إذن مستمرين معكم بفقرات دنيا دنيا، وبرحب بضيوفي للحديث عن موضوع حملة التنظيف لمنطقة دبين، الدكتورة عايدة كراتشي محاضرة في كلية الأردن الجامعية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. معنا أيضا السيد عمر الشوشان مدير السياسات البيئية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيكم. إذن زي ما ذكرنا في بداية المقدمة تاعت الفقرة هاي، حكينا أنه كلية الأردن الجامعية قامت بفكرة تنظيف لمنطقة دبين، حملة تنظيف لمنطقة دبين. الفكرة هاي جاءت على أي أساس؟ أول إشي الفكرة إجت أصلاً، كنا إحنا بالجامعة مقررين نعمل ننظف منطقة سياحية بالأردن. هلأ كم بتعرفي أنه إحنا كلية سياحية فندقية، فسمعنا عن دبين، في واحدة من الزميلات بالجامعة قالت شو رأيكم أنه ننظف هاي المنطقة بدبين. فبالفعل يعني قررنا هذا، وقررنا الديت اللي هو كان 7/4. فحكينا قلنا ليش ما نجيب ناس من القطاع الخاص، يعني من شركات خاصة تمشي معنا بهذا المشروع. فإحنا حكينا مع إدارة فنادق الماريوت بالأردن، حكينا مع أمريكان إكسبرس، حكينا مع جيت عشان يأمنونا باصات، وحكينا طبعا مع رؤية اللي إجوا صوروا. فهذا المشروع كله كان مشروع مشترك بين هدول الناس كلياتهم، وإجوا موظفين من كافة الشركات اللي إحنا. هدفنا احنا لانه احنا كليه سياحيه وفندقيه، ومنآمن باهميه النظافه بالمجتمع وباهميه النظافه مثلا عندنا بالكليه، احنا طلابنا مثلا بس بدلات لازم يكونوا حالقين، لازم يكونوا مرتبين. فمن هذا المنطلق قلنا لا، بدنا نروح وننظف المجتمع اللي حوالينا. بديتوا بمنطقه دبين؟ بلشنا بمنطقه دبين. هاي بدايه ولا هاي بدايه ولا بس وقفتوا لهم؟ لا، ان شاء الله اتمنى انه يصير في بيننا شراكه احنا والجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه، انه نصير يعني مرتين بالسنة. مثلا عم نفكر عنا تفكير انه بالبحر الميت على بداية شهر 10 لما الدنيا بتبطل شوب كتير وبتبطل الرحلات تروح يعني الناس يروحوا رحلات على البحر الميت. فان شاء الله بتكون يعني مش اشي بس بيوقف، يعني احنا منآمن بالاستمرارية، اي شيء نعمله لازم يكون مستمر. مبادره واحده ونوقف كاننا مش عاملين ولا شيء. مزبوط. فاتمنى انه نستمر مع رؤيه مع اي شركه بتحب. احنا بنتمنى كمان ان شاء الله. يعني الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه اكيد معروف عنها قديش بتسعى دائما لغرس يعني حب العنايه في البيئه والاهتمام في البيئه، ففي مشاريع كثير بتقوموا فيها، ويمكن مشاركتكم بهذا المشروع وهي الحمله كان له دور إيجابي كتير كبير. بتفكروا دائما تعملوا مثل هيك مشاريع وهيك أفكار؟ طبعا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي مؤسسة يعني قائمة على فكرة التطوع، فهناك يعني سياسة تطوعية نفتح فيها الباب، يعني وأبوابنا جميعا يعني مشرعة لكافة القطاعات سواء كانت الرسمية أو قطاع الخاص أو حتى قطاع التعليم، بأن يكون شريك معنا في يعني تحمل المسؤولية في القضية البيئية. الفعالية اللي قامت فيها يعني الأخت بجهد كبير في تنظيم هذا الحدث مع القطاع الخاص وأيضا مع جامعة يعني الجامعة وطلاب الجامعة، يعني كان لها الأثر الإيجابي في منطقة دبين. احنا مثل ما بنعرف محمية غابات دبين يعني برتادها سنويا ما يقارب 70,000 زائر. صحيح. وأغلبهم من السياحة المحلية. فيعني احنا مثل ما بنعرف ما زلنا في هناك سلوكيات للأسف يعني بنلاحظها كل فترة وفترة، خاصة في موسم الربيع. لأنه يعني بصير في نشاط بالسياحة المحلية. صح. بأن يكون في هناك رحلات أكثر، تنزهات أكثر. بالضبط. فالسياحة العشوائية ما زالت لحد الآن تؤرق المؤسسات البيئية وتؤرق أيضا الحالة البيئية العامة في البلد. مثل هذه الفعاليات، مثل هذه الشراكات، المبادرات اللي بتقوم فيها يعني الجامعة وأيضا مع القطاع الخاص، بلا شك هي تخفف العبء على المؤسسات البيئية في دورها مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ونحن بدورنا يعني كجمعية ملكية لحماية الطبيعة يعني دعوة لكافة المؤسسات القطاع الخاص بأن يعني تنهج هذا النهج، وأن يكون يعني على مدار السنة يكون هناك في أيام بيئية، يعني حتى نضمن بأن يبقى الأردن الأحلى والأنظف
في على مستوى بلدان العالم. يعني كثير حلو هذا النهج من كلية الأردن الجامعية والمبادرة اللي عملوها، لكن برضو في عتب على بعض الجهات، ما بعرف إذا كانت الجمعية هي من ضمن هاي الجهات اللي الناس بتعتب عليها، أنه عدم وجود أماكن يعني لكب النفايات في مثل هاي المناطق، عدم وجود يعني شيء محدد نقول يعني مثلا استخدام مرافق معينة لمثل هاي الأماكن السياحية، الأماكن اللي الناس تتواجد دائما فيها في بعض الرحل. فبتلاقي انه بالفعل في عتب من قبل الناس على هيك مواضيع، يعني بتقول لك احنا ليش بنلجأ لهي الممارسات كون ما في اساسا اماكن لكب النفايات، ما في مرافق حيوية اللي الواحد مثلا حابب يعمل اي شيء انه يلجأ لهي الاماكن. ف مين العتب على مين هون تحديدا برايك؟ يعني لا يعني لا ننكر يعني المسؤوليه على الجميع. يعني حقيقه اداره محميه غابات دبين وهي يعني تابعه للجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه، في هناك يعني اداره حصيفه للزوار ولو كانوا باعداد كبيره، في هناك مناطق مخصصه للتنزه، وايضا في موضوع التخلص من النفايات. بعض الاخوه المواطنين لما بشوف هذه القيود وهذه يعني النمط الاداري شوي صارم في موضوع النفايات، فبضطر انه يطلع خارج المحميه على أطراف المحمية وبيمارس للأسف يعني سلوكيات أحيانا مخلة في يعني البيئة. والمسؤولية أيضا تقع على عاتق يعني الجهات الرسمية المعنية في هذا الموضوع، سواء كانت البلديات يعني أمانة عمان، يعني كثير من هذه. طب أنتوا دوركم بالجمعية هل بتوجهوا رسائل للبلديات؟ هل بتوجهوا رسائل للمناطق اللي المسؤولين عنها؟ هل في تواصل ما بينكم حتى أنكم توجهوهم لتفادي مثل هاي الأخطاء؟ بكل محمية من محمياتنا الطبيعية في هناك خطة تواصل يعني بتقوم فيها إدارة المحمية مع كافة الجهات المعنية حتى إنه تنسق. فأحيانا بصير في خلل ما في بعض يعني بعض المواطن، ولكن يعني خلينا نحكي بعين يعني الإنصاف، في هناك عم نلحظ في تعاون أحسن، المواطن الأردني صار أوعى بالقضية البيئية، وأيضا صار في هناك يعني من الجهات الرسمية أكثر حزم بموضوع النفايات. لكن أنا صراحة أقول لك يمكن من وجهة نظري أنا، وهذا الشيء ناوي أعمل عنه تقرير، موضوع منطقة زي، يعني زي قريبة من دبين، وأنا صدف أني رحت عليها مؤخرا، وبصراحة يعني انصدمت لما شفت منطقة زي. يعني كنت أنا بوعالها زمان قديش كانت منطقة جميلة جدا، قديش كانت منطقة يعني الواحد بتمنى دائما يروح على زي، وغنوا فيها كمان أخير. غنوا فيها. فهلأ اللي بده يروح على زي بده يعني بندم إذا راح بصراحة، لأنه بالفعل بتحس إنها مكان صعب إنك تدخله من كل شيء، لا في أماكن للجلوس، لا في أماكن مرافق اللي تقعد فيها، ما في حتى زي ما قلت لك الأماكن لوضع مكب النفايات ما في، فبتلاقيها كله مرشومة رشم على الأرض، إشي ما يعني أنا بصراحة ما بتخيل إنه ممكن أرد أوصلها مرة تانية. فمثل هيك حالة يعني أنتوا أكيد بتشوفوا هاي المناطق وبتتابعوها، ف كيف تعملوا حتى انكم تتفادوا مثل هيك مشاكل؟ طبعا هي طبعا يعني دعوه منك شخصيا، انا راح اعمل تقرير هذا واحد، وراح اجيبك ضيف عندي وتشوف التقرير بام عينك يعني. هو من رؤيه ان شاء الله يعني خلال يعني الفترات القادمه راح نركز على منطقه زي، ممكن ندعو ناس من القطاع الخاص، من الشركات، وايضا من طلبه الجامعات حتى نغرس فيهم يعني حب البلد وحب يعني نظافه البلد. فباذن الله تعالى يعني ان شاء الله مع كليه يعني دكتور عايده احنا بنتمنى المره الجايه تكونش بحر الميت تكون زي. أنا ما عندي، أنا كنت عم بحكي قبل البرنامج أنا عادي أنا وسيد عمر إنه عم بقول له خيرات تصير بيناتنا شراكة، إنه دائما ألو مثلا إحنا هيك. هلأ بحب أثير موضوع شوية، يعني أنت تفضلتي بموضوع بتقولي له إنه الجهات الرسمية عليها عتب، وهذا كمان بيسكلي إحنا كمواطن علينا عتب. إحنا إذا أنا بحب أدير بالي على بيتي، بدير بالي على البيت الأكبر اللي هو بلدي، لما أنا بحس عندي هالانتماء لهالبيت بنتمي لهذا البلد. فأنا أظن أنه المفروض
احنا كمواطن نوعي اكثر باهميه نظافه بيئتنا. طبعا لاحنا لانه احنا نظاف اصلا بطبعنا كشعب. فبتمنى وهي رساله لكل الاردنيين انه احنا ندير بالنا على مؤسساتنا وعلى محمياتنا. لا يعني شفت ممارسه وبدي ايدك، انا شفت ممارسه واحنا عم ننظف. في طفله كانت من المجتمع المحلي عم تاكل شوكولاته فدغي قطعت فتحت العلبه وكبتها على الارض، فلحتها قلت لها حبيبتي انتي ضاينا عم ننظف ايش، فمسكتها وحطتها بجيبتها لانه ما كان في محل تحطها فيها. عرفتي علي؟ صح. انا بايدك 100%، لازم كلنا نتعاون. يعني خليها رساله من خلالكم رؤيا ان شاء الله، والله كلنا نتعاون نعمل مثل هيك شيء ضروري. كمان بيهمني اعرف قديش تفاعل الطلاب عندكم بالكليه بمثل هيك نشاطات ومثل هيك مبادرات. ما بتتخيلي يعني انا نفسي، مش انا اللي بدرسهم 3 سنين، انا نفسي تفاجات السرعه اللي كانوا عم بيلموا فيها النظافه، انه بدهم يجمعوا اكثر ما بيقدروا بالوقت المحدد اللي هو معاهم. يعني كانوا متفاعلين بطريقة كتير إيجابية، وبالأخص مثلا لما اندمجوا مع موظفين من الماريوت، موظفين من أمريكان إكسبرس، كان كتير حلو. يعني صار في احتكاك، يعني بعرفش إذا في حادثة معين إن واحد من الطلاب عمل أشياء إنه لفت نظر واحدة من هذه الشركات وقالوا له إنه ممكن يشغلوه عندهم. تخيلي كمان لوين إلها تفاعلات إلها بعد. وبعدين إحنا هلأ بوقت، يعني كنت عم بسمعك قبل شوي، إحنا هلأ بوقت لابد أن نوجه طاقات هدول الشباب للمجتمع. إحنا عنفنا بالجامعات صار، أتمنى أنه ما يكون صار ظاهرة، لأنه إذا ظاهرة عن جد بالتعب. مش غلط جامعاتنا الأردنية كافة خاصة ورسمية تتوجه لهيك مناطق وخلي هالشباب تفرغ طاقاتها هناك. بالضبط. فليش ما نشتغل هيك؟ ليش ما نعمل نحط إيدنا كلنا بإيدين بعض؟ خليها هاي مبادرة أولى وتكون مستمرة، بدل ما إحنا مرتين كلية الأردن الجامعية، لا يكون في جامعة الأردنية مرة تانية، يكون أي جامعات أخرى، ساعتها إحنا بنكون اقتلعنا هاي ظاهرة العنف من جذورها. حلو كتير كلام بجنن. فيعني أتمنى يعني أنا هون كمان سؤال لإلك أستاذ عمر، يعني توجهكم للمؤسسات التعليمية، يمكن ذكرت أنت يمكن في تفاعل ما بينكم بين المؤسسات التعليمية حتى أنكم تغرسوا هذا الشيء في عقول ونفوس الطلبة. وإحنا عم نحكي هون فئة الطلبة لأنه بالفعل هي الأساس، يعني إحنا الطلاب بهمنا أهم شيء إنه نركز عليهم لأنه هم بنات المستقبل. أكيد. فقديش بتتوجهوا للمؤسسات التعليمية؟ في عندكم برامج مخصصة تتوجه فيها لهي المؤسسات التعليمية؟ عندكم خطة مستقبلية لهالموضوع؟ احنا في هناك يعني دائرة يعني كاملة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة معنية في التعليم البيئي، وأيضا على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم ومع الجامعات. هناك الآن أكثر من 1000 نادي حماية الطبيعة، يعني على كافة مستوى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، حتى إن يكون في تواصل مستمر. أيضا في عملية إعداد المناهج، يعني الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تشارك مع وزارة التربية والتعليم في إدخال مفاهيم بيئية في المناهج الدراسية. وأيضا في هناك يعني برنامج مستمر يستهدف طلبة الجامعات حتى يكونوا على تواصل مستمر مع المحمية الطبيعية. وأيضا داخل المحميات الطبيعية في هناك وحدات مصغرة معنية في التواصل مع المدارس المحيطة للمحميات الطبيعية، وحتى يكون في هناك يعني انسجام ما بين الطالب والطبيعة. كثير حلو. طيب دكتورة يعني عايدة، أنا كمان حابة أعرف نقطة التركيز على البيئة عندكم في الكلية، كونكم زي ما ذكرتي كلية بتهتم في السياحة والتعليم السياحي والفندقي، هل غير التنظيف حملات التنظيف، هل في هناك كمان خطط عندكم في الكلية حتى تشاركوا فيها الطلبة في الاهتمام في البيئة؟ يعني أنا بقول هلأ كوننا معكي على الهواء ومع السيد هذا، أنا أتمنى أن يكون في هناك تواصل بيننا وبين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وين في مجال أنه إحنا نروح نساعد، إحنا we are open، يعني أبدا على طول. إحنا مثلا عندنا مواد كاملة سياحة بيئية، عندنا كتير أمور تتعلق بالبيئة، لكن إحنا لو تطلعي طلابنا على أرض الواقع نحتاج إلى دعم الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة. لأنه أوكي إحنا بنعرف بأمور كتيرة، لكن في تحتاج إلى توجيه. صح. أنا اليوم اللي بيجي بيقول لي مثلا دكتورة في مجال نروح زي ما تفضلتي
لو خلال شهر أنا مستعد أطلع طلابنا يروح ينطفوا بزي، بس خليه يكون في أظن تواصل أكثر ما بين الجهات الرسمية المسؤولة عن البيئة. مش بس تنظيف، هو تنظيف وبنفس الوقت يعني حماية نحمي، لأنه إحنا أوكي نظفنا، إذا ما كان في أماكن لوضع المنكب النفايات وهيك شغلات رح ترجع مرة تانية. لازم يكون في أساسات، لازم أنا بقول في استمرارية. يعني أنا دائما بقول اوكي احنا بنطلق مبادرات، لكن هل في استمراريه بهاي المبادرات ولا لا؟ بالضبط. يعني حتى لو يعني انا برجع بقول كمان العائله، البيت له دور بهذا الموضوع. صح صح صح. يعني انا ابني اذا برمي شغله، لا ماما ما تحطها هون، حطها هناك، بعدين بتروح على المدرسه، اذا برمي بصفه، لا ماما حبيبي ورقتك على الارض تحطها بالزباله. يعني كم في ممارسات خاطئه بنمارسها واحنا مش حاسين فيها. فانا بقول اتمنى انه نبلش من البيت، ننطلق المدرسه ولا الجامعات، وان شاء الله اتمنى انه يكون في عندنا جيل واعي ويعي هاي الامور كلياتها. اذا ننطلق من البيت ومن ثم المدرسة ومن ثم الجامعات وإلى المجتمع بشكل كامل. كتير بهمنا كمان نعرف قديش أنتوا كجمعية بتساهموا في الوعي البيئي، يعني مثلا تنشروا الوعي البيئي من ناحية مثلا أنه تشاركوا في أكثر من نشاط، تشاركوا في هلأ مثل هذا النشاط يمكن شاركتوا فيه وكان لكم شكر كتير كبير، لكن مهم التواصل زي ما حكت الدكتورة، مهم الاستمرارية، فقديش أنتم ممكن تساهموا في الاستمرارية؟ طبعا هناك برامج مستمرة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لرفع الوعي الوطني عند كل فرد أردني في قضية حماية الطبيعة، ويعني من خلال المحميات المنتشرة في أرجاء المملكة هناك في تواصل مستمر مع كافة القطاعات المحلية وأيضا الرسمية، ولكن بنفس الوقت عملية يعني رفع الوعي يجب أن تكون هناك يعني تشاركية بين يعني بالأخص القطاع التعليم. يعني قطاع التعليم مثل ما يعني أسلف ضيفنا قبل يعني هذه الفقرة، بهناك يعني يزيد على 1,600,000 يعني طالب، هذول راح يكونوا قاعدة في رفع الوعي الوطني في موضوع يعني حماية الطبيعة. فالتركيز على الأجيال الصغيرة في موضوع حماية الطبيعة أعتقد يعني بعد سنوات يعني قليلة سنلحظ يعني أثر إيجابي في يعني مشاركتكم كمان مع صندوق الملك عبد الله مثل المشروع اللي كان قبل شوي باللقاء اللي قبل شوي، كتير مهم إنه هلأ الطلاب راح يطلعوا في حملات، راح يطلعوا في مخيمات، مثل مشاركتهم في هاي المخيمات يعني قديش يعني مهم إنه حتى تعطوا منشورات لهؤلاء الطلبة، يكون في نوع من المحاضرات لهؤلاء الطلبة على أساس إنه يتم الاهتمام في النظافة أكثر. يعني أنتوا عم تطلعوا بتعملوا بمخيم في مناطق جميلة في الأردن، بنفس الوقت أهمية المحافظة على النظافة في الأردن، أهمية المحافظة ما بعد ما تخلصوا هذا المخيم شو ممكن كيف نحافظ على المكان. فمثل هيك مشاركات مع صندوق الملك عبد الله ووزارة التربية والتعليم أكيد لكم بيكون كتير دور فعال في هاي النقطة. يعني من خلال تلفزيون رؤية يعني بنوجه دعوة مفتوحة لكافة الشركات، الجامعات، الكليات، المعاهد، المدارس، وأيضا يعني القطاع الرسمي. القطاع الرسمي أيضا في موظفين إنه عدد هائل. يعني أبواب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مفتوحة لأي فكرة مبادرة بيئية تتعلق في حماية الطبيعة، احنا راح ان شاء الله راح نكون يعني داعمين لها بشكل شو يعني نوعية الدعم كبير. بس معلش عشان نكون واضحين اكثر، شو نوعية الدعم؟ يعني الترتيبات اللوجستية مثل ما بنعرف احنا يعني الان اكثر ما يزيد على 10 محميات طبيعية منتشرة من شمال الى جنوب الى شرق الى غرب المملكة، فهذه الشبكة يعني ستكون يعني تحت خدمة أي فرد، مؤسسة، يعني جامعة تهتم في حماية الطبيعة. كتير حلو دكتورة، بس أنا حابة أعرف منك بما أنك بكلية الأردن الجامعية للتعليم السياحي والفندقي، حابة أعرف هاي الكلية خريجية طلبة هاي الكلية يؤهلوا لماذا تحديدا؟ احنا عندنا بكالوريوس إدارة فندقية وبكالوريوس إدارة سياحية، عندنا دبلوم إدارة فندقية. كل طلبتنا بيطلعوا للقطاع الخاص لمجال الفندقة والسياحة.
طلبتنا معظمهم بيلاقوا شغل على طول، يعني بس يطلع الفنادق تستقطبهم لأنه طلبتنا مدربين بطريقة جيدة. إحنا هي كلية جامعية تطبيقية، يعني إحنا عندنا مسرح تطبيقي بيعملوا، يعني عندنا مطعم تدريبي وتفضلي عليه يوميا بطبخ الطلاب، ويعني وبكون مفتوح هذا المطعم للي بيجي عليه. يعني الجامعة ما يميزها إنها أول شيء تطبيقية، ثاني إشي كل طلابها بيطلعوا بيشتغلوا على طول بالفنادق، الفنادق تستقطبهم، دراستنا باللغة الإنجليزية، كل هاي الأمور بتطلع من الطالب يعني طالب مصقول. يعني بتلاقي إحنا من لما يجي على الجامعة هو لابس بدلة وقرافة، ممنوع يدخل المحاضرة إذا مش لابس بدلة وقرافة أو يدخل الجامعة، لازم يكون حالق يوميا. يعني طلابنا مميزين، ف يعني كتير كتير بحب يعني إنه الكل يتفضل على الجامعة ويشوف قديش عم بتقدم. قديش صار هالجامعة؟ الجامعة هي انتقلت من أكتر من مرحلة من إدارة. أنا هي بالثمانينات، أنا التحقت بالجامعة بال2009 ولغاية هلأ عم بدرس. إحنا مندرس مواد، أنا بدرس لأني أنا تخصص سايكولوجي، أنا بشتغل على الطلاب من نواحي سايكولوجية نفسية. مهارات اتصال نفسية، لما بيطلع من عندي شوي مرتاح مع حاله بيكون مرتاح مع الآخرين كثير. يعني يعني أنا برأيي، أنا خريج جامعات أردنية، لكن هذه الجمعية هذه الكلية مميزة مميزة. هي كلية بحصل عليها على الخريجها بكالوريوس، بكالوريوس إدارة سياحية وبكالوريوس إدارة فندقية، كله بكالوريوس كله. وبعدين عندنا دبلوم سنتين إدارة فندقية، وعندنا 9 شهور دورة للي مثلاً راسب بالتوجيهي وحابب ياخد دورة، كمان عندنا دورة 9 شهور، وعندنا دورة 6 شهور، وبنعطي دورات شورت كورسز بروتوكول واتيكيت وطبخ لستات. بس بدي أحب أحكي أعلق شغلة، يا ريت دائما إحنا نركز على البرامج الوقائية، ما نستنى للمشكلة اللي تصير ونصير نعالج. دائما نعمل برامج وقائية، يعني نبلش بالتوعية مع الجمعية الملكية بأهمية البيئة وأهمية النظافة وأهمية المحافظة على المحميات إحنا البيئية. على طول على فكرة إذا بتتابع بقناة رؤية بنركز على هيك أمور، وأكيد يمكن الأستاذ عمر صار منه وفينا لأنه هو مش ضيف، يمكن أكثر من مرة استضفناه في البرنامج وكنا بنحكي عن البيئة وأهمية الاعتناء في البيئة. أكيد إحنا بدنا نشكرك دكتورة عايدة كراتشي، محاضرة في كلية الأردن الجامعية، على حضورك ومشاركتك شاركتك معنا في برنامج دنيا يا دنيا. شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله. وايضا السيد عمر الشوشان مدير السياسات البيئيه في الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. متابعين معكم فقرات دنيا يا دنيا، خليكم معنا.